يوم الجمعة 25/12/2015. انتشال الضحايا من أحياء حلب القديمة بعد أن تم استهدافها من قبل الطيران الروسي قبل قليل. يلا بدو يكون سرعة بسرعة تعم عمار عمار يوسف يروح حول الشباب لا حد يدون سوا في حدا يا شباب الان احياء حلب القديمه حي باب قنسرين بعد ان تم استهدافه من قبل الطيران الروسي الان يوم الجمعه 25/12/2015 الان يتم انتشال الضحايا من قبل عناصر الدفاع المدني في مدينه حلب. الله اكبر. كناري كناري انتبهوا كناري كناري.